زوينات، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد نقولوا مسمنات بحشوة تجي لذيذة، ولا فطائر على شكل مسمنات، سميهم الزوينات كيف بغيتو. ها هما. كيجيو زوينين. ها هما. نتمنى تجربوهم، تشوفوا الفيديو حتى الاخر، راه غادي يعجبوكم لان زوينين وتيجيو لذاد. يلا ندوزو للمقادير طريقه التحضير. غنوجدو دابا العجينه، هي الاولى عندي 400 غرام هنا ديال الدقيق بيض، يعني كنقولو حنا بفورس 400 غرام، وعندي 100 غرام ديال الفينو، عبرت بهاد الكاس 100 غرام. غادي ندير الملح، ندير جوج معالق ديال الزيت، عفوا ما وجدتوش قبل، غادي ندير واحد المعلقة ديال الزبدة اللي ذوبت، هاهي غندير واحد شوية الموطارد، غندير واحد شويه الخميره ديال الحلوه بيكنج باودر، ماشي بزاف، انا عندي هادي فيها 11، انا جنب الماء اللي هو دافي ماشي سخون ماشي بارد. بعد ما عجنت العجينة نخليها ترتاح واحد شوية، غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد شوية. غادي ندير الزيت، ندير البصلة، ندير واحد شوية الملحة، قرعة، أنا درت جوج قرعات، كيما لو بغيتو ديرو خيزو يعني الجزر ولا شي حاجة تعجبكم. دابا غنزيد الكفتة، البنات حاولوا تفرطوا الكفتة بهذه الطريقة باش ما تبقاش مجموعة. غنزيد الفونغي، قطعتو شويه رقيق، ونزيد الشعريه،
البنات هاد الحشوه راه تجي بنينه. جربوها دابا غندير الكركم واحد شويه ديال الزبده ماشي بزاف ندير العطريه ديال الكفته ما عندوش عطريه ديال الكفته ندير عطريه عاديه ندير زيت الزنجبير زيت شويه الفلفله الحمراء ندير شويه الثومه بودره الا ما كانتش شي ندير الثومه هادي دابا غادي ندير الحار دابا نخليهم واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق ندخل هاد العطريه في الحشوه نطفي عليها ونخليها تبرد باش نعمر دابا غادي نشكلو العجينه ما نديرهمش كبار بزاف ما غادي نشكلهم عاد غادي ندير لهم شويه ديال الزيت دابا غادي ندهنوا الكريسات بالزيت بعد ما شكلتهم دابا غادي نغطيهم دابا غادي نورق المسمنات غنورق غير بالزيت وغادي نرش بالزيت والزبده وغندير واحد شويه الفينو ماشي بزاف اللي ما بغاش يدير الفينو يدير النشا انا ما غاديش نكثر فين بزاف يعني يتفرقع طوية ديال المسمنة البنات اوكي بحال هكا يعني طوية ديال المسمن غادي نكمل ونرجع دابا غادي نعمر المسمنات ديالي انا غندير نسيت ما قلتش لكم غندير فرماج من الفوق فوق العمارة نسيت ما وريتوش لكم قبيله يعني من قبل نحاولوا نوركوا على هاد الجنيبات باش ما يجيوناش غلط غادي ندير واحد شويه الحشوه الوسط
واحد شويه الفرماج. انتم البنات اوكي. دابا غادي ندهنوا بالماء الصفر ديال البيض، درت معاه شويه ديال الصوجا. الا ما كانش الصوجا يمكن نديروا شويه الحليب. غادي ندير نزين من الفوق بواحد شويه الزنجلان بيض، زين كيبقى اختياري. هانتوما البنات خرجتهم من الفران كيف جاو، هانتوما طابو مزيان. دابا غادي نشوفو وحده كيفاش جات. ها انتوما واو بقى سخون. ها انتوما البنات شوفو كيفاش مجاعبين. ها انتوما نتمنى تجربوهم وتردو ليا اخبار. إلا عجبكم الفيديو ديروا لي واحد ابوني واحد جيم. شكرا للمشاهده، الى وصفه قادمه ان شاء الله. خليتكم على خير.